مشاهدي الكرام بجد التحية مرة تانية لحضراتكم. والحقيقة أن الاقتصاد المصري بعد أحداث 25 يناير يعني طبعا وزي ما حضراتكم كلنا عشنا الفترة دي لقى من الصعوبة أشياء كثيرة جدا. وبعد طبعا 2013 وبعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ملف الاقتصاد تحديدا شهد قفزات سريعة ومتزنة يمكن خلتنا أكتر محط أنظار من كتير من المؤسسات الدولية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، خلى النجاحات اللي احنا لمسناها في المشروعات اللي تمت وبتتم تنفيذها في العديد من محافظات مصر، احنا بنعمل بنية تحتية حقيقية، كباري ومشروعات خاصة في طاقة شمسية، مشروعات إسكان، مشروعات ربط ما بين الدول لتصدير الكهرباء، مشروعات زي ما بنقول الخاصة بالمناطق اللوجستية في قناة السويس، مدن جديدة، مدن ذكية، طرق وكباري، حاجات كتير قوي أسهمت في النجاحات اللي حققها الاقتصاد المصري واللي ما كانتش هتتحقق لو ما كانش عندنا عزيمة وإرادة مصرية، وكمان إن الشعب المصري صبر على عمليات الإصلاح الاقتصادي واللي بدأت من 2016 علشان المواطن عايز يشوف البلد أحسن وإن هو البلد بتكبر وبتنمو. أول الإجراءات اللي بدأت مع الإصلاح الاقتصادي المصري واللي بدأت إنها تحط مصر على طريق الاستقرار والنجاح، وصلنا لإيه؟ إيه اللي إحنا بنأمله؟ إيه اللي متوقع في الفترة اللي جاية في ظل الظروف العالمية؟ لأن الحقيقة إحنا مش بمنأى عن اللي بيحصل في دول العالم، هنفهم أكتر مع ضيفنا اللي مشرفنا ومنورنا النهاردة دكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد الدولي ورئيس لجنة الصحة والموازنة بمجلس النواب والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، أهلا بيكي. يعني أنا تعودت من حضرتك دايماً إن أنا بفهم الاقتصاد ببساطة. فخليني أبدأ الأول، أنا لفت انتباهي تصريح حضرتك قلته إن احنا الاقتصاد المصري بتاعنا يعني ناجح وقادر إن هو يبقى قوي، لكن عندنا تشوهات لازم نعالجها. إيه هي وإيه المقصود بالتشوهات وممكن نعمل إيه مع اللي بتعمله مصر؟ لأن الحقيقة يعني الطفرات والأرقام اللي احنا بنسمعها لا كبيرة، بس احنا إيه اللي عندنا ينقصنا كمان علشان نستكمل هذه المنظومة؟ طيب خليني أقول إنه يعني الهدف من الإصلاحات الاقتصادية لمصر واخدها كنهج حياة، مرينا المرحلة الأولى وهي الإصلاح الاقتصادي والمالي على اعتبار نخلي الاقتصاد بتاعنا مستقر. صحيح. وبمؤشراته المعروفة تبقى المؤشرات الاقتصادي الكلي مستقرة، سواء كانت معدلات نمو، بطالة، تبقى يعني في أدنى مستوياتها، تضخم، العجز الموازنة، الدين العام يتم احتوائه، الاحتياطي لدى البنك المركزي يغطي أكبر عدد من أشهر الواردات، سعر الصرف يكون مستقر، ميزان المدفوعات يبقى في وضع ممكن وقابل للاستمرار. كل دي مؤشرات يعني مستقرة والحمد لله. وكل سنة مع الإصلاحات الاقتصادية بتزداد استقرارا. الحاجة الثانية، المرحلة الثانية اللي احنا فيها وتستمر معنا 3 سنوات اللي هو بقى مش الإصلاح الاقتصادي والمالي، قدرنا نعمل منه إنجاز كويس، يبقى الإصلاح الهيكلي. فالإصلاح الهيكلي يعني إذا كنا جسم الاقتصاد قدرنا نظبط هذا الجسم من حيث درجة حرارة هذا الجسم اللي هو التضخم ولهيب الأسعار فاستقرت. الحاجة الثانية اللي يعني بنسميها أنا بمثلها بضغط الدم في جسم الاقتصاد، إنه سعة الشرايين بتستوعب يعني الجهاز المصرفي بيضخ بسيولة في جميع شرايين الاقتصاد، رأس النظام اللي هو الحكومة والعجز في الموازنة، كل ده يعني مستقر حاليا وبيتحسن كل سنة عن السنة اللي بعديها. لكن اللي يهمني ما بداخل الجسم الاقتصاد، الهياكل اللي جوه جسم الاقتصاد. انا عايز المعدة الاقتصادية اللي هو قطاع الاعمال العام والخاص ان يبقى فيه مشاركة بينهم، يبقى العائد منهم اعلى عائد ممكن، وانه القطاع الخاص في هذه مع المشاركة مع الدولة او القطاع الاعمال العام، ان هو القطاع الخاص ياخد دوره وانه الدولة ترعاه. اللي احنا بنقول الدولة هي البيج براذر، مش الـ مش الـ او الاخ الكبير، مش الاب،
لا بسمع كلامه كده ولا كده. اللي هو ايه اللي وهو ده اللي بيعمله الرئيس في فكره دعوته كل مره للقطاع الخاص انه بالظبط يا فندم. يعني بقول له بالراحه على القطاع الخاص شويه. انه ان الحكومه ترعاه، هو الاخ الكبير هو الحكومه واخواته الصغيرين هم القطاع الخاص. وانه المفروض يرعاهم بحيث ان هم هيلعبوا الدور الرائد في ان الاقتصاد يتحرك. وعشان كده بقول انه مثلا يبقى تسهيل ائتمان البنوك، تدي تسهيلات ائتمانيه بشكل يعني سريع حتى لا يتعرض الى تعثر في هذه الحاله. بنلاقي في بعض الاحيان الصف الثاني والثالث في يعني في التمويلات بيبقى صعب شويه، يبقى تسهيل الدوله تدرب له العماله بتاعته بحيث انه يكون يقدر يتعامل مع احدث ادوات التكنولوجيا وخطوط الانتاج اللي بتدار بالتكنولوجيا الحديثه. الحكومه تدرب يعني عندها بقى عندها معاهد تدريبيه تساهم مع القطاع، يعني في اكثر من وسيله ان انا اؤهل القطاع الخاص، خاصه ان 75% او 3 ارباع ما نسميه بالقطاع الخاص في مصر او في العالم كله بيبقى القطاع اللي هو الاقتصاد اللي هو المشروعات الصغيره والمتوسطه والمتناهيه في الصغر. المفروض دي الصغير اساعده، الدوله تساعده لحد ما يبقى متوسط ولحد ما يكبر مع الزمن يبقى كبير، وبعد كده يبقى اقليمي على مستوى موجود في الدول اللي حوالين، بعد كده يبقى له يعني مثلا دور في يبقى مالتي ناشونال. واحنا عندنا 3-4 شركات متواجده على المستوى المحلي والاقليمي والدولي. فممكن تزيد اذا النهارده الصغير او المتناهي الصغر يكبر مع الزمن ويبقى له مشاركه، وهو ده عماد الاقتصاد. بنقول انه فيما يتعلق بالقطاع جسم الاقتصاد حتتين، قطاع الرسمي اللي احنا شايفينه والموازي والحكومه يعني شايفاه كويس ومرصود كويس وبيؤدي الواجب اللي عليه اللي هو القطاع الاقتصاد الرسمي، فاحنا في سياسات بيتعامل معاها وبيتاثر بيها وبيتشجع بيها. لكن في اقتصاد تاني له ادواته وله قواعده مختلفه خالص وبيعمل في 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 يعني بعيدا عن نظر الدوله، وبالتالي مؤشراته بقت ايه دلوقتي يا دكتور فخري؟ على ايه؟ الاقتصاد الموازي دلوقتي مؤشراته قد ايه؟ انا عارفه ان احنا كنا من سنين كده كان عالي قوي. حسب التصريحات اللي هي الرسميه يتراوح ما بين 40% من انتاج القطاع الرسمي او الاقتصاد الرسمي، يبقى هو بينتج 40% من اللي بينتجه القطاع الاقتصاد الرسمي. وفي احصائيه اخرى او يعني بيان اخر ان هو في حدود 60%، ده طبعا ارقام كبيره في هذه الحاله. لكن لما نبص في الدول اللي هي تقدمت والدول اللي هي قطعت شوط في النهوض زي الصين وخلافه، هنجد برضو عندهم قطاع او اقتصاد غير رسمي لا يتجاوز مثلا بنقول ما بين 10 بكتير و15%. فانا لما يكون عندي ما بين 40 ل 60% يعني في المتوسط نقول 50%، يبقى الاقتصاد حتتين، يبقى انا ده تشوه هيكلي. المفروض الجهود بقالها احنا هنا في مصر بقالنا حوالي خلال البرنامج الحكومي الحالي اللي هو الاربع سنوات اللي هي حكومه الدكتور مصطفى مدبولي، في اطار البرنامج الحكومي ان هي تدمج وتجذب الاقتصاد غير رسمي مع الاقتصاد الرسمي. صح. يبقى الجسم الاقتصاد حته واحده. وبالتالي السياسات الماليه بتاع وزاره الماليه والسياسه النقديه والسياسات النقديه البنك المركزي والسياسات الاقتصادية الأخرى عندما تتخذ هتجد الجسم اللي بيستجيب ليها، كل الجسم يستجيب ليها. لكن النهاردة مين اللي بيستجيب لهذه السياسات؟ هو الاقتصاد الرسمي اللي بيشكل النص، والاقتصاد غير رسمي له يعني قواعد أخرى مختلفة خالص. فاللي أقصده ده من ضمن التشوهات الهيكلية. أنا عايز كمان أنه الاقتصاد ينتج مش للسوق المحلي فقط، ولكن في بعض السلع يعني المستهلك في الخارج عايزها، بس انا عندي هنا المستهلك مش محتاجها. ما يعني انت عارف اذواق الناس بتختلف. صحيح. على مستوى العالم. فانا المفروض اعمل صناعات يعني تبقى بغرض التصدير، تبقى جروث، تبقى اكسبورت اورينتد بمعنى اخر موجه للتصدير، لانه المواطن عندي ما لا يستهلكها، الذوق بيختلف. لكن المواطن في الخارج بيحتاجها، فانا يبقى عندي بأشبع في صناعات تشبع السوق المحلي
واحتياجات المواطن، وفي صناعات بقى اللي هي متقدمة شوية تبقى متقدمة ناحية التكنولوجي وخلافه وحسب ذوق المستهلك. أنا كنت يعني من سنين وسنين من عشرات السنين كنت أشوف مثلا وأنا راكب الطائرة ألاقي واحد ياباني جنبي ومعاه تذاكر تذكرة الطيارة بتاعته عبارة عن دفتر بيسافر عشان يشوف أذواق الناس في العالم الخارجي، عشان اليابان لما كانت بعد الحرب العالمية الثانية وفي الستينات والسبعينات تلاقي ان هو كان يشوف الناس بره عايزة ايه. وبالتالي قدر النهارده من اكبر الدول المصدره وعندها فائض في ميزان. ده دور المجالس التصديريه. الصين ده دلوقتي بتعمل كده. ده دور المجالس التصديريه. طبعا دور الدوله والمجالس التصديريه، عندنا اللي هو صندوق تنميه الصادرات، عندنا بنك اسمه بنك تنميه الصادرات ده جهاز مصرفي، عندنا اللي هو فيه الحجر الصحي مثلا عشان يشوف البضاعة اللي طالعة برة سليمة ولا مش سليمة، الحجر البيطري، الهيئة القومية لسلامة الغذاء سواء الغذاء اللي جاي لنا أو الغذاء اللي هيطلع برة للعالم الخارجي. فهي منظومة متكاملة، زائد اللي هو توطين الصناعة بغرض التصدير، توطين الصناعة بصفة عامة. لكن في صناعات بتبقى مهمة جدا، وإحنا في الفترة الأخيرة الحمد لله صادراتنا بدأت تستجيب. النهاردة لما ألاقي صادراتي غير البترولية توصل ل 32.5 مليار مقارنة فيما سبق كان يعني 25 26. صحيح. لكن النهاردة توصل خلال سنتين توصل لهذه الطفرة. المنتجات الصادرات البترولية والغاز قفزت من في سنة واحدة من 8.2 مليار دولار، النهاردة بنتكلم عن 13 مليار دولار. يعني 5 مليار في الصادرات البترولية والغاز، طبعا الغاز الطبيعي بالذات. وعشان كده بنقول لما نجمع ده على ده يطلع الرقم يعني 45 مليار دولار. ده رقم غير مسبوق اللي هو العام اللي هو الصادرات العام المالي الماضي اللي انتهى في يونيو 21. فده معناها ايه؟ معناها ان في الاصلاحات الاقتصاديه بدات تؤتي ثمارها، وان الجسم الاقتصادي التشوهات حاليا الاصلاحات الهيكليه للمنظومات المشوهه بقى لها سنوات وعقود وعقود 60 سنه و70 سنه في هذه الحاله، انت بتحاولي تخلي جسم الاقتصاد من الداخل بحيث يكون اكثر صلابه لما يقابل طبعا صدمه. يعني احنا عايشين في عصر الصدمات دلوقتي. صحيح. في صدمات مثلا اقتصاديه يتعرض لها اي جسم اقتصاد في العالم. صحيح. اللي هو الازمه الماليه العالميه كانت في 2007 2008. ده ازمه ده اقتصادي وغيرها من الازمات الاقتصاديه والماليه. حاليا دلوقتي عندي اللي هو يعني التضخم العالمي وموجه التضخم، فدي ممكن تبقى تشكل ازمه قادمه. الأزمة ممكن اجتماعية، ما حدث في 25 يناير إلى 30 يونيو كانت حالة يعني إيه عدم استقرار اجتماعي. صحيح. الحمد لله احنا مستقرين دلوقتي فيما يتعلق مستقرين اقتصاديا واجتماعيا. في صدمات تبقى صدمات أمنية، آفة الإرهاب اللي كانت بتعم العالم واحنا برضو طالنا من الحمد لله احنا أفضل دلوقتي. في اللي هو صدمات تبقى بيئية. الصدمات البيئية اللي هي تبقى زي كورونا كوفيد 19. في المناخية، العالم دلوقتي بيحاول يجتهد التغير المناخي عشان بيجتهد عشان يعني يحمي نفسه من أي تغيرات ويقلل المخاطر اللي هيتعرض ليها. فاحنا عايشين في عصر كله صدمات. فشطارة صانع القرار انه يخلي جسم الاقتصاد يتحمل اللي هو يبقى أكثر صلابة. ياخد الصدمة ويتعافى بسرعه اللي يخليه. يبقى اذا لازم الاقتصاد يكون اكثر صلابه ويبقى اكثر مرونه في التعافي، يبقى يتعافى بسرعه. الدول المتقدمه من كوفيد 19 بعد ما الطعام وخرجوا وبدات الامور تتحسن الى حد يعني ملموس بتتعافى بسرعه من سالب في النمو، خلال 12 شهر بقى موجب نمو. فاذا لكن الدول الناميه وعدد من الدول الناهضه لما بتحاول طبعا مع التطعيمات، بس التطعيمات متأخرة في الدول النامية. فالنهاردة عاوز يتعافى
جسمه نفسه ضعيف. على ما يتعافى لانه في تشوهات داخل الجسم فيعني بياخد فتره سنتين ثلاثه على ما يرجع تاني ما قبل الصدمه في هذه الحاله. عايزه اتكلم على ذكر بقى جائحه كورونا، لان الحقيقه جائحه كورونا زي ما حضرتك قلت هي اثرت على اقتصادات العالم كله، يعني احنا بنتكلم ان امريكا عندها تضخم، بنتكلم ان دول العالم اصابها تضخم، مصر مش بمنأى عن مساله ما يحدث في العالم، يعني ارتفاع الاسعار او التضخم او في الدول العظمى بيبقى بيسمع عندنا هنا فيما يخص السوق المصري والأسعار لا. كمان يعني لو بنتكلم عن روسيا وأوكرانيا، شوف حضرتك النفط البترول مثلا وصل قد إيه. فكرة أن برضو عندنا التأثير، يعني أن احنا زي ما حضرتك قلت أن الاقتصاد يبقى قوي، أعتقد أن ده كمان هيقلل من فكرة صدمات الأسعار، لأن ده برضو اللي بيهم المواطن. صحيح. أن أنا الأسعار عندي إلى حد ما يبقاش فيها صعود شديد، يعني يبقى صعود بس يقدر يتحمله المواطن. ما هو هنا بنقول السياسات بقى والتدابير اللي هي اللي بتخلي الاقتصاد يكون اكثر صلابه، عشان احنا عايشين في عصر زي ما قلت الصدمات. يعني في موجه التضخم العالمي، طب انا ذنبي ايه؟ صحيح. انا يعني كل حاجه بتيجي كورونا، طب انا ذنبي ايه؟ ما هو انا اللي طلعت كورونا من عندي، ده هو الصين اللي طلع من عندها وعم العالم كله. الازمه الماليه العالميه، وانا ذنبي ايه؟ ما هو طلع من امريكا وعمت العالم كله. فاللي اقصده انه طالما ان انا يعني ده صدمات، فبالتالي لازم الاقتصاد بتاعي اعمل له اصلاحات اقتصاديه وهيكليه في نفسه عشان يقدر يتوقع يعني يتفادى مثل هذه الصدمات. عشان كده بقول انه موجة التضخم العالميه اللي هي بتعم العالم دلوقتي، امريكا لما لاقي معدل التضخم اللي كان في متوسطه بحد اقصى ده في السنين اللي فاتت، حتى فترة ما قبل كورونا والسنة الأولى من كورونا، كان بكتيره 2%. صح. ده متوسط معدل الزيادة في الأسعار اللي هو التضخم عندهم. لكن ألاقيه النهاردة أنه الإحصائيات عندهم الرسمية في أمريكا بتقول أن معدل التضخم في شهر يناير اللي فات اللي هو الشهر المنصرم يوصل 7.5%. يعني اللي هو يناير السنة دي مقارنة بيناير من السنة اللي فاتت، يعني 12 شهر، ف7.5% ده كتير. صحيح. ولذلك هناك تاج الإيجارات زادت بمعدلات كبيرة جدا، فواتير التدفئة يعني في البيوت المواطن مش قادر، ان هو الفاتورة بقت كبيرة جدا. فاللي أقصده طب السبب ايه؟ ان معدل النمو في الطلب يفوق معدل النمو في المعروض من السلع على مستوى العالم، السلع الأساسية بالذات. طب الطلب ليه زاد بمعدل كبير؟ الناس بدأت بعد كان سنتين قاعدين في البيوت وخايفين من كورونا، بعد ما الطعم وزهق في هذا البدأ شهيته تنفتح ان هو يخرج بقى ويرتاد يروح المطاعم ويروح ويخرج مرة تانية. والنشاط الاقتصادي هو كمان عايز النهاردة، لأنه ما يستحملش أنه يعني يبقى شغال بنص طاقته أو ربع طاقته إلى آخره. فبدأ النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي يتحرك، وعشان كده الطلب على المستلزمات الإنتاج بدأ يزيد. المواطن هو بيخرج بيطلب بقى في هذه الطلب على السلع النهائية بدأ يزيد، فالطلب زاد بمعدل ضخم جدا، واطمئنان المواطن هو الطعم خاصة في الدول المتقدمة. لكن شوف بقى المعروض، طب اذا كان المعروض بيزيد بنفس المعدل الزياده في الطلب يبقى الاسعار مستقره، لكن المعروض من السلع والخدمات في بقى بنسميها مراكز التوريد اللي هي بتورد مستلزمات الانتاج والسلع النهائيه فيها مشكله. النهارده بتجد عمليه الشحن فيها مشاكل. صح. العمال اللي العمال اللي هم عمال فيهم نقص في. صحيح. هذه الحاله كمان لما زاد في اللي هو اختناقات في مراكز التوريد السلع بقى في ارتباك فيها، وعشان كده بنلاقي لما في ارتباك في المعروض والطلب بينمو معدل كبير جدا ارتفعت اسعار، خاصه الطاقه بالذات البترول. صح. سعر برميل البترول يطلع خلال 6 أشهر من 45 ولا 40 دولار دلوقتي. يوصل النهاردة إلى عدى 90 دولار، يعني أكتر من الضعف وشوية. طبعا ده مسألة، طبعا الطاقة لما بتزيد البترول كل حاجة بتزيد، خلاص الطاقة ما بتمثل يعني تكلفة كبيرة من تكلفة الإنتاج. فتكلفة إنتاج السلع هي كمان بدأت تزيد. صحيح. كل ده أدى، طب إحنا فين بقى؟
في مصر هنا. كمان نتيجة التضخم البنوك المركزية العالمية بدأت تلجم التضخم، عاوزة تلجم التضخم ان هي ترفع سعر الفايدة. ما هو اللجام اللي بيلجم التضخم ويهديه شوية يبقى فيه تضخم بس ايه متباطئ، بدل ما الأسعار متسارعة كده والتضخم بيزيد، بدل ما كان 2% بقى 3% 4% عمال متسارع، لأن عايزه بقى ينزل بقى من 7% 6% يبقى في تضخم وكل حاجة بس يبقى هادي شوية. فهنا في المهم في هذا لما التضخم يبدأ يتباطأ، وده احتمالاته يعني كنا بنقول في النص الثاني من السنة دي يبقى تنكسر حدة القمة بتاع التضخم، تبدأ تنكسر يبقى في تضخم لكن بيقل إلى حد كبير. وعشان كده بنقول طب مصر، طب احنا ده جاي لنا التضخم ده، ما هو الحل؟ هنا في هذه الحالة ان انت بناخد تدابير احترازية، بنجد انه اولا مثلا المنافذ بيع السلع عندنا وزارة التموين والمنافذ الخاصة بالقوات المسلحة والقوات الشرطة إلى آخره مفتوحة، اللي هي ضخ السلع، وعندي مخزون سلعي الحمد لله يعني ما بين 5 أشهر السلع التموينية الأساسية بالنسبة للمواطن. وهنا بنقول انه الموازنه كمان بتعمل حسابها بانها يعني يبقى في الموازنه القادمه يبقى في عمليه يعني تهدئه لهذه الاسعار بمزيد من الدعم، لان البعد الاجتماعي مهم في الفتره اللي موجه التضخم الكبيره، وده يظهر في الموازنه العامه للدوله البعد الاجتماعي والحمايه الاجتماعيه للطبقات الاكثر احتياجا واكثر هشاشه. كان في تقرير في اسبوع التنميه المستدامه العربي وتعرض فيه مجموعه من النقاط، اهم النقاط اللي ممكن انها تفيد الاقتصاد المصري يعني فيما يخص الداخل، لان احنا دايما برضو عنا على المواطن، المواطن الاصلاحات، يمكن حضرتك قلت ان احنا في مرحله اولى من الاقتصاد دعانا فيها المواطن، ندخل على المرحله الثانيه الاصلاحات الهيكليه، ودي اللي احنا بنامل فيها ان المواطن يبدا يحس صحيح. ان في تحسن صح. ملموس في دخله. اهم النقاط اللي حضرتك شفتها اللي ممكن ان مصر تستغلها في الفتره اللي جايه. حضرت انا اللي هو المؤتمر الاسبوع العربي لتمويل التنميه المستدامه، ومصر بحكم انها دوله كبيره في يعني عضو مهم في المجموعه العربيه في جامعه الدول العربيه، حضرناه في جامعه الدول العربيه صحيح. بانه بدا الدراسه تتم بالنسبه لمصر ويحتذى بهذا كحاله بالنسبه للدول بقيه الدول صحيح. الاعضاء فبداوا بمصر في هذه الحاله بقضيه كلها ازاي نمول اهداف التنميه المستدامه اللي هم 17 هدف. طبعا في الاهداف المعروفه اللي هو محاربه الفقر و يعني الفرق في مستوى المعيشه، تحسين مستوى معيشه او المستويات المعيشيه ومستويات الدخل بين يعني الطبقات في هذه الحاله. عندنا في اهداف تتعلق بالمناخ، في اهداف تتعلق بالصحه، في اهداف تتعلق بالتعليم، في اهداف تتعلق بالحوكمه، كل دي في اهداف طبعا اقتصاديه وتعزيز معدلات النمو، كل ده من هنا من سنه 15 لسنه 30 خلال 15 سنه، احنا قطعنا في المساله دي 5 سنوات احنا او 7 سنوات دلوقتي وقدامنا 8 سنوات، بحيث الكلام كان بيدور حوالين طب احنا عايزين يعني نحقق الاهداف ال 17 دول ونحسن الاوضاع خاصه المعيشيه للمواطن، وهدف اي نشاط اقتصادي هو المواطن اساسا انه ينعم بحياه يعني هادئه وكريمه في هذه الحاله ويحس بانه منتمي لانه في فايده بالنسبه بتعود عليه. وعشان كده بقول انه كان الكلام بيدور حوالين طيب احنا نشتغل ازاي عشان نمول الفجوه التمويليه اللي هو عشان التنميه المستدامه ونحقق 17 هدف يعني نبقى نقطع مشوار كويس فيها ومصر تتقدم الى الامام. يبقى عشان امول الفجوه التمويليه اللي هي الفرق بين مدخراتي الضعيفه صحيح. وبين استثماراتي الطموحه اللي انا بعملها فعلا الفرق ده بيوصل لحوالي تقريبا 4.5% من الناتج بتاعي خلال فتره اللي هو في اطار التنميه المستدامه اللي هم بنقول 15 سنه من سنه 15 لحد سنه 2030. طب انا النهارده فاضل 8 سنوات فبقول والله الفجوه التمويليه خلال الثمان سنين اللي جايين دول او السنه القادمه بناخدها سنه بسنه، يبقى الفرق بين مدخراتي الضعيفه
طب والمدخرات ضعيفة ليه؟ لأنه القطاع الأعمال وقطاع العائلي اللي هو 105 مليون نسمة والأعمال بيدخروا ادخار كويس بيوصل لحوالي مثلا 23% 24% وده كويس، بس برضو مش كويس قوي. يعني الحكومة مدخراتها اللي هو الموازنة الجارية بتاعتها، مش الموازنة الجارية بتكلم على انه في عجز فيها، مدخراتها سالبة. فبنطرح المدخرات السالبة بتاع الحكومة من ال 24 مدخرات القطاع العائلي اللي هو ال 105 مليون نسمة بيدخروا، بس في منهم اللي على قده وفي اللي معاه، لكن المحصلة انه في مدخرات موجبة. وقطاع الاعمال صافي الارباح بتاعته هو ده مدخراته عام وخاص، يبقى نجمع الاثنين يطلعوا 23 24. طيب الحكومة بتدخر بس بالسالب لعجز الايه؟ الموازنة الجارية. صحيح. وبالتالي الاقي مدخراتي ضعيفه، يبقى الحل عشان اخلي مدخراتي تتحسن يبقى اقلل العجز الايه؟ العجز في الموازنه الجاريه للحكومه. مش الموازنه كلها، في الموازنه الجاريه بتكلم. وبالتالي في هذه الحاله بنجد انه طب وانا هستنى؟ لا طبعا، استثماراتي طموحه، عاوز بنيه تاسيسيه، مسيرتك تفضلتي، عاوز اعمل شبكات طرق، عاوز اعمل مواني، عاوز مطارات، طاقه، كهرباء، مي، يعني مدن جديدة عشان نخرج من الوادي اللي احنا متكدسين فيه. هو الرئيس قال احنا صرفنا 400 مليار دولار بالظبط مشروعات قومية، صح، منهم 40 مليار حياة كريمة اللي احنا بنقول انها بتخص المواطن اللي احنا عايزينه يشعر، صحيح، ان يعني هناك شيء ما يحدث، وده مرحلة، صحيح، اولى. هل الانفاق ده برضو مش دليل ان احنا يعني ما هو احنا هننفق منين؟ ما احنا اكيد عندنا موارد، صح كده يا دكتور؟ ولا صحيح. يعني الحسبه بتتحسب ازاي؟ بتتحسب كالاتي، احنا صرفنا ال 400 مليار دولار لو ضربتهم في سعر الصرف اللي هو حوالي ما يقرب من، للتبسيط يعني، بدل ما نقول 15 جنيه و7 من 10 دولار 16 جنيه نفترض هذا، هو مستقر عند هذا، فيطلع 6 و تقريبا 4 من 10 تريليون جنيه مصري بالجنيه، 6.4 على مدار اكتر من 6 سنوات او في حدود 7 سنوات. طب جبنا الفلوس دي منين؟ واحد هنا بنقول من مدخرات المحليه اللي هو على قدها مثلا، وبنحاول نحسنها بخفض عجز الموازنه الجاريه للحكومه. فمدخراتنا كل ما قل عجز الحكومه يبقى السالب في المدخرات بيبقى يقل، بالتالي المدخرات تتحسن شويه. الحاجه الثانيه، طب وبعدين الباقي ده فجوه تمويليه بنجيبها من نمره واحد، اهم حاجه اللي لا يولد دين ان تشجع الاستثمار الاجنبي المباشر. اللي الراجل او الشركه اللي جايه تستثمر في مصر مليار دولار هو لا يشكل عبء دين، ده هو الراجل جاي من المصنع فده مش دين عليا. منه ان هو بيزود القيمه المضافه والناتج بتاعي والنمو عندي، يوفر فرص عمل، يصدر اذا كان بينتج سلعه بيصدرها، ولادي بيتعلموا يعني بيتعاملوا مع خطوط انتاج حديثه، يتعلم نو هاو، يعني كل ده وبيدفع ضرائب كمان للحكومه. صحيح. وعشان كده موارد الدوله بتزيد. اذا النهارده المستثمر الاجنبي، ليه بقول المستثمر الاجنبي اللي جاي معاه الدولار وداخل؟ لان الفجوه التمويليه عاوز دولارات. عايز دولارات. لكن المواطن المستثمر والمستثمر بياخد مدخراته هو بيستثمرها. ده الاستثمار المحلي. لكن انا في فجوه ما بين المدخرات الضعيفه والاستثمارات الطموحه. فده نمره واحد، يبقى الاستثمار الاجنبي ده يشكل عبء عليا، بس ده متوقف على مناخ الاستثمار. هل مناخ الاستثمار جاذب؟ ولا في بعض المعوقات؟ طبعا عندي بعض المعوقات، يبقى اذا لازم اذلل هذه المعوقات. فانا افضل من الاول ما كنا عليه، اولا سعر الصرف مستقر، الجانب الاقتصادي مستقر، في جانب بقى الاداري، هنا بنتكلم على الاصلاح الاداري، ويبقى اللي هو الاداره بالقواعد المكتبيه اللي بنسميها البيروقراسي او البيروقراطيه، يبقى تبقى محفزه وليس معوقه. يعني البيروقراطيه ليست عيبا في حد ذاتها. صحيح. البيروقراطيه ما هي موجوده في مؤسسات كبيره في العالم. صح. الاداره بالقواعد المكتبيه اللي هو بيروقراسي، فمحفزه هناك. طب ليه عندي معوقه؟ يبقى اذا نعالج يبقى بالاصلاح الاداري والتدريب، ويعني ده هياخد شويه وقت، وتقليل الهدر والفساد. فكل ده يخلي ايه؟ والتشريعات تحديثها. احنا شغالين في البرلمان في الخطه والموازنه وباقي ال 25 لجنه نوعيه. عينكم على ايه في الخطه والموازنه يا دكتور فخري اللي هو ممكن يحدث او يحدث نقله
يعني او الحكومه محتاجه تعملها بسرعه؟ هو تحديث التشريع، يعني عملنا قانون مهم قوي اللي هو قانون الماليه العامه الموحد، بحيث ان هو يدي سيناريو 3 سنين جايه ايرادات الحكومه هتبقى قد ايه في ال3 سنين اللي جايه، وايراداتها انفاق هيبقى قد ايه وايراداتها قد ايه، وبالاضافه للسنه الموازنه بتاع السنه الماليه بتاع السنه الجايه بعمل سيناريو او ما نسميه اطار موازني متوسط الاجل، ده مهم جدا. الحاجه الثانيه، في عندي بدل ما الموازنه حاليا بيبقى مدخلات وخلاص، يعني بنصرف وخلاص، لا احنا بنعمل دلوقتي الجديد في القانون ده، يبقى وزاره الماليه مطالبه بان تعمل موازنه برامج، برنامج التعليمي، برنامج الصحه، برنامج الحمايه الاجتماعيه، كل ده برامج، ونشوف ونحكم على الفلوس اللي اتصرفت، الجنيه جاب كام، الاداء بتاعه كام، اللي هو فكره الموازنه تبقى الدخل كان كام واتصرف كام، المدخلات والمخرجات. تمام، لكن هو حاليا دلوقتي المدخلات بس، اللي هو يعني البند يسمح يبقى يصرف، لكن بقول له ده رايح البرنامج صحه، يبقى لازم ايه مؤشرات الاداء، بنحط مؤشرات اداء ونحكم الجنيه دخل في برنامج الصحه طلع بحاجه كويسه على المواطن. طب التعليم، برنامج التعليم الجنيه اللي دخل ده قلل كثافة الفصول، الابن من دول بدأ يعني يبقى فيه بيبان عليه التحسين في درجاته وأدائه كطالب في التعليم، تربية والتعليم وخلاف، أو في التعليم بصفة عامة. إنه الإنفاق على التعليم يعني استحقاقات دستورية ب 10% من الناتج المحلي الإجمالي أو الناتج القومي. يعني هتحطوا المؤشرات دي يا دكتور فخري اللي هي فكرة، هو إيه مؤشرات النجاح؟ يعني لو أنا بتكلم أنا صرفت مثلا يعني جنيه على الصحة، نعم، الجنيه ده العائد بتاعه بقى كام؟ المؤشرات دي هتتحسب إزاي؟ هو بصي يعني بالنسبة للمؤشرات تختلف من برنامج إلى برنامج. يعني في الحماية الاجتماعية قرب لي الإيه المتوسط الدخل، يقلل لي الفقر، خاصة الفقر المدقع. الفقر المدقع ده اللي هو مش طبعا يعني ده لا أدمي بالمرة، صحيح، غير الفقر تحت خط الفقر أو بينازع، لكن عاوز كل ما قل نسبة نسب الفقر عندي اللي كانت وصلت إلى 32.5 من فئات مصر إن هي تعيش دون خط الفقر، النهاردة بعد سنتين نزلت بقت 29.7، ومع الإصلاحات الاقتصادية وكل التحسينات في الفترة اللي احنا عشان التنمية المستدامة المفروض ان هي تقل باستمرار وتعود الى يعني مستوياتها المنخفضة في هذه الحالة. ما ينفعش ابقى مع حضرتك وما اتكلمش عن البورصة، لان البورصة برضو محتاجة دفعة شديدة في مصر، يعني بورصات العالم تأثرت مع كورونا وانسحاب رأس المال الأجنبي، ده حصل في بورصات العالم كلها، لكن الحقيقة بورصات العالم بتشهد صعود وهبوط عادي، لكن احنا يعني كتير قوي من الاقتصاديين يقولك لا احنا محتاجين إجراءات إصلاحية وهيكلية وضخ أطروحات من الحكومة. شكل البورصة المصرية المتوقع يبقى ازاي؟ البورصة اللي هي السوق السنوي، صحيح، يعني تاني يد بالظبط، انا شاري من اول يد السوق الاولي، اشتريت اسهم من شركة لسه طالعة جديدة مالناش دعوة بيها دي، لكن اللي يهمني طب انا عاوز اتصرف، عاوز سيولة، اروح لمين؟ اداني قاعد مستني اروح للرئيس مجلس الإدارة اقول له النبي عايز فلوس تاني مش هيدياني، صح، استنى لحد ما الشركة يعني حياتها تنتهي بعد 25 سنة تاخد بقى لكن عملوا سوق تاني يد. تاني يد ان انا والله في بيع ومشتري، اروح اعرض مع السمسار اقول له عاوز ابيع اسهمي عشان محتاج سيوله. يبقى تاني يد ده بنسميه البورسر، مستر بيرس اللي هو كان سموها باسمه من سنوات وسنوات، عقود وعقود، فاصبحت سميت البورصه او بالمفهوم الاقتصادي او المالي بقى السوق تاني يد، ثانوي تاني. وعشان كده بقول انه البورصة عندنا هي اداة للتمويل. افترض انا عندي شركة صغيرة عاوز امولها، مش عاوز استدين لان الدين بيتعبني، فيبقى لازم ادور على شركة. طب ادور على شركة دي بعمل اسهم وبيعها في البورصة في هذه الحالة في سوق اولي او سوق تاني يد. فالناس بتيجي تقبل، اذا هي اداه للتمويل وقناه لتمويل الايه الصغير عشان يكبر رجل الاعمال، وبالتالي من خلال شركه مساهمه. وعشان كده بقول البورصه مشكلتها في مصر هي هيكليه، يعني النهارده مش قضيه مثلا لما كنا بنتكلم عن طب ليه الحكومه وزاره الماليه حاطه
ضريبة الدمغة وهتحولها إلى ضريبة اللي هي الأرباح الرأسمالية. دي مش هي دي القضية، قضية حاجة تانية خالص، إنه تشوهات في البورصة المصرية. نمرة واحد، البضاعة اللي فيها اللي هو الأسهم المعروضة والشركات اللي بتعرض أسهمها، يعني البيع وشراء في عشان الناس اللي معاه يبيع والتاني يشتري منه، اللي محتاج فلوس يروح البورصة ويبيع ويلاقي اللي بيشتري، فده معمولة كده وعشان زيادة رؤوس الأموال. فاللي أقصده إنه البورصة مش معقول ألاقي، كان عدد الشركات من حوالي 5 6 سنين أو يمكن أكتر شوية، كان عدد الشركات المسجلة في البورصة والأسهم بتاعتها كان 1200 شركة. فالواحد بيختار البضاعة قدامي كتير واستثمر وبيع واشتري واضارب او استثمر وخلي واخد العائد. فاللي اقصده انه عدد الشركات النهاردة بيوصل لكام؟ اقل من 300 بالظبط. فيبقى ده خلل هيكلي. طب ليه الشركات بتسيب البورصة ومش عاوزة تسجل وتتخرج حتى من التسجيل؟ يبقى لازم ان انا احفز. التحفيز ده بقى مهمة مين؟ مهمة الهيئة الرقابية، هيئة الرقابة المالية. هيئة الرقابة المالية، فهيئة الرقابة المالية تشوف لها حل مع البورصة، إدارة البورصة، في إنهم يشجعوا الشركات إن هم يسجلوا. يعملوها إزاي؟ دي قضيتهم. الحاجة التانية إن مش معقول إن الشركات السمسرة اللي عددها فوق 130 شركة سمسرة، إنه 10 شركات مستحوذة على 70% من التداولات. طب الباقي بيشتغل إيه؟ فإذا النهاردة لأنه صناديق الاستثمار، وده حقهم صناديق الاستثمار يتعاملوا مع الشركات الكبيرة لأنها عندها الإمكانيات وأخلاق. طب ما أنا الشركات الكبيرة العشرة الكبار دول ما كانوش في بداية البورصة، ما كانوش كبار. فاللي كبرهم هو التعاملات الصناديق معهم. فيحطوا الصناديق تحط برضو معايير للشركات اللي هي بقية الشركات اللي 130 10 منهم كبار وال 120 على قدهم، تحط لهم معايير بحيث ان هم في هذه الحاله اذا انطبق عليه المعايير الصندوق يتعامل معاه، يديله حاجه يتعامل فيها عشان برضه يبقى يعني يكبروا هم كمان. ولذلك اللي هو اللي نسميها يعني فيها نوع من الشركات الكبيره هي بنوك استثمار. بصراحه عندي بنوك استثمار محترمه جدا. طب والناس الثانيه بيعملوا ايه؟ الشركات السمسره الثانيه بتعمل ايه؟ فعندنا قضايا كبيره. نيجي المعامله، لما هنا اللي بيحط فلوسه في البنك العائد ما بيعلوش ضريبه، طب اللي بيحط فلوس اللي بيشتغل في البورصه بيدفع دلوقتي ارباح رسمه. فممكن يعملوا له في البورصه حاجه مماثله ما يعادل اعفاء، مقابل انه لما بيحط فلوسه في البنك الفايده ما عليهاش حاجه، ما عليهاش ضريبه حتى الان. يبقى يعمل له في البورصه، والله لو حصل ارباح يبقى يعمل ايه؟ يسيبوا له براح يعادل البراح الموجود في الايه في البنوك عشان يقدر يبقى في تكافؤ في هذا. يعني في اشياء كثيره جدا، الاصلاح الهيكلي في الاقتصاد كله بما فيه البورصه لانها اداه تمويليه للشركات الكبيره والصغيره، ان هي عشان تكبر محتاجه ان هي تكون معها شريك. الشريك ده ما يجيش الا بطرح الاسهم في السوق الاولي او في البورصه السوق الثاني يد في هذه الحاله. كان في التقرير اللي اتعرض في اسبوع العربي للتنميه المستدامه اتكلمنا على 3 محاور، الكفاءه والتنفيذ والتمويل، صح الثلاث تعبيرات. وقلنا ان ما ينفعش واحده تتعمل من غير الثانيه، يعني صحيح. لازم يبقى عندي كفاءه وتنفيذ وتمويل. ايوه صح، الكفاءه بتهيألي انا شفت سيادتك هناك في المؤتمر حقيقه، وسيادتك متابعه يعني جيده فعلا. الكفاءه في البيانات، صحيح. النهارده في بيانات يا فندم دقيقه ومدققه، يبقى اقدر اعرف بالظبط انا فين بالظبط، وبالتالي القرار اللي يستند الى البيانات دقيقه هيبقى يقدر يحقق هدفه، هياخد صح، قرار صح بالظبط صح، ويبقى عارف ينشن على الهدف ازاي، لان الـ 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 البيان مظبوط، البيانات مظبوط. فده الكفاءة، في ان يكون عندك في كفاءة في ان انت تحسني البيانات وقاعدة البيانات. الحاجة التانية، طب انا هنفذ. التنفيذ مهم جدا ان انا ابقى استهدف
عارف مين اللي مثلا في البعد الاجتماعي من الاهداف ال 17 اللي هو محاربه الفقر صحيح. وتقريب مستويات الايه المعيشيه بين افراد المجتمع. يبقى انا هنشن على الحاجه دي، يبقى هنفذ ازاي، يبقى انا عارف الاستهداف بتاعي ويبقى عندي المهارات، عندي كمان الامكانيات اللوجستيه وخلافه، بحيث ان اللي هو المان باور او القوه اللي هتشتغل معايا تبقى فاهمه كويس، متعلمه كويس، يبقى في كمان الامكانيات اللي هي التكنولوجيه الموجوده عندي واللي هي تساعدني على التنفيذ. وبعدين يبقى عارف بقى انا محتاج تمويل، ادي له الفجوه التمويليه دي مهمه قوي، الفجوه التمويليه اللي يعني اتكلمنا عنها، الفرق بين مدخراتنا الضعيفه واستثماراتنا الطموحه لحد ما ربنا يعني يخلي مدخراتنا تقرب، يبقى امول من مدخرات مش محتاج ان انا فانا في الحاله دي الفجوه التمويليه تيجي من الاستثمار الاجنبي، ده غير مولد لدين. اذا ما كانش مكفي اروح بقى فين؟ اخد بقى من شركاء التنميه بتوعي، صحيح، باخد قروض ميسره وشركاء التنميه، المؤسسات الماليه الدوليه بكل، البنك الدولي، صندوق النادي الدولي، البنك الاوروبي لعاده الاعمار والتنميه، والبنك الافريقي للتنميه وخلافه، انا مساهم فيهم، صحيح، يبقى لازم استفيد. الحاجه في الاخر بقى تبقى جزء بيضطر وزير الماليه ان هو يعمل سندات دولاريه، صحيح، وتباع في الاسواق الماليه العالميه، بتبقى سعر فائدتها برضه في الحدود الامنه في هذه الحاله. انا بشكر حضرتك جدا دكتور فخري الفقي، استاذ الاقتصاد الدولي ورئيس لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي. شرفتني ونورتني يا فندم وسعيده بحضرتك، شكرا جزيلا ليك. مشاهدينا الكرام، يعني حاولنا ان احنا نبسط المعلومات الاقتصاديه، لكن في النهايه كل اللي احنا يعني اللي ممكن نقوله، مصر عارفه وعندها خطه واضحه انها ازاي تقدر تخلي الاقتصاد المصري بتاعها قوي، زي ما قال دكتور فخري، يقدر ان هو يستحمل اي صدمه ممكن انها تحصل خارجه، مش عن اراده مصر، عن يعني عن اراده الشعوب او الدول كلها. وان شاء الله باذن الله، يعني طالما قدرنا نعرف ايه المسببات وايه العلاج، نقدر ان احنا نوصل لاقتصاد قوي باذن الله. بشكر حضراتكم جدا، بكده بكون انتهت فقراتنا من صباح البلد.